أما مسألة الديمقراطية المؤمنة والديمقراطية الكافرة، الله أكبر لله الحمد، الله أكبر لله الحمد. والله لو كان شيخ الإسلام ابن تيمية موجودا في هذه الأزمان لقال يستتاب صاحب هذا القول. طبعا دي مشهورة عن شيخ الإسلام ابن تيمية. إيه الكلام ده؟ في ديمقراطية كافرة زي بالضبط لما نقول في رقاصة رأس شرقي، بس هنخلي رقاصة ملتزمة ورقاصة غير ملتزمة. الرقاصة الملتزمة أول ما تلبس بدلة الرقص قول بسم الله، وأول ما تبدأ الحفلة تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وفي كل هزة تقول بسم الله والحمد لله. يبقى دي رقص شرقي بس ده الالتزام. ينفع الكلام ده؟ يبقى هذا رقص شرقي، السقف بتاعه أنا مرتبطة بالشريعة الإسلامية. ما ينفعش الكلام ده لأن أصل الرقص فاسد طالما فيه عري، وإحنا بنقول برضك أصل الديمقراطية فاسد. إخواننا من المشايخ الكلام ده قبل الأحداث بفترة قليلة قالوا لو أتى التصويت بالشريعة الإسلامية لن نقبل الشريعة الإسلامية. ليه؟ لأننا جعلنا تصويت الشعب أعلى من الشريعة الإسلامية، يبقى مش عاوزين الشريعة دي، يبقى ده كفر. قالوا هذا الكلام. لا، ودلوقتي نقول إن نقبل الديمقراطية وحكم الشعب الشعب، لأن الشعب مسلم فالشعب هيقبل الشريعة، يبقى الشريعة إيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ يا إخواني عليكم بحصون العلم والعمل والدعوة ونفع المسلمين. الأمة دلوقتي محتاجة جهد كبير جدا في المرضى، وهناك الأميون، وهناك الشوارع المكسرة، وهناك الجهل، هناك البلطجية، وهناك الإدمان، وهناك العنوسة، وهناك البطالة. مشاكل الأمة دي لابد ان احنا ننزل ونحاول نحلها بدل ما نضيع أوقاتنا في مثل هذا الكلام العجيب. أنا سأكتفي بهذا القدر.